العب باع النساتيل بس هاي مبطن لقيته. الو، هلا علاوي، اقول لك اليوم جاهزين للسفره مو؟ اخويا شنو هاي موضوع السفرة؟ اوه نسيت اقول لك، مو اليوم اني وياك وعلاوي واهلي راح نطلع كلنا سفره نتغدى برا. واخيرا راح اطلع اغير جو. اقول لك فطوم، شو تسوين بهاي النساتل؟ انطنيهم خلي اكلهم. اي اخويا تدلوا هاي دبسي هم وياهم بالعافية. يلا بين ما اكلهم انت روح بدلوا وتعالي عمد نروح. اقول لك امي انا راح اطلع، واذا فطوم سالت علي قولي له يقول عاشت ايده على النسات الطيبات. ماشي وليدي. هاي شنو؟ اقول لك ماما اخويا وينه؟ والله يا بنيتي ما اعرف، اشو طلع وقال قولي لفطوم عاشت ايده على النساتل. شنو قابل يوم يجي يطير؟ خليجي انا علمه. ايه عرفت ما شفتك. لا يا الكعبة، مو عيب عليك تضحك علي تاكلين نساتل مالتي وتقول حافظ السفرة. هاي مبين تريد نقطها مرة ثانية. اقولش على مود نساتل شنو، بس هذا بالسيارة اتفقنا وياه 55، ومن رحت تبدلي انت خابرني يدور 60، فرحت حشت وياه. يا زين وش صار هسه؟ ما صار شي، يدور 60 وانا عندي بس 55، بعد ناقصني 5000، عندك تعطيني؟ اي اخوي عندي هاك. لا عاد يلا روح بدله تعالي، بين ما ودي فلوس انا بدي اروح. امي داش ايش قد غبيه، خلي اروح على الكافتري عندي 5000. خطيه ظلمت، وين صار حيل تاخر. اقول لك انت وينك؟ بالكافتريا يعني هم ضحكت علي؟ بسيطه انا عندك.